السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مجددا في قناة طنجاوية في ليون. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم شباكية بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل. كنتمنى هذا الفيديو ربي يلقاكم على خير وبخير، وعشركم مبروكة وتدخل عليكم بالصحة والسلامة وبكل ما تمنيتو ان شاء الله. بالنسبة للمقادير هي هذه اللي كتبان امامكم. بسم الله على بركة الله نبدأ. أول حاجة كنوضعو دقيق، كنزيدو عليه سنجل مطحون، وكنزيدو عليه كذلك اللوز مطحون قشور ديالو. المهم نضيف النواشف كلها تدريجيا. كيف ما شفتو ضفنا النافع اللي كيكون محمر ومطحون، كذلك زدنا حبة حلاوات هي محمرة ومطحونة، قرفة معها قبصة ديال الملح، والمسكة الحرة تا هي مطحونة. المهم نحركو النواشف مزيان، نخلطوهم تا يندمجو مع بعضياتهم. زيدو واحد معلقة ديال الخميرة ديال الحلوى. هنايا كنضيفو الزبدة والزيت، عاد كنضيفو بيضانة سرعت وزدت هي الاولى. المهم ماشي مشكل، كتدخلوا الزيت والزبده في الطحين مزيان مع الخليط حتى كيتبسس الخليط مزيان. المهم ديك الساعه كتزيدوا هذيك البيضه. نقول لكم هو ان السنجلان واللوز اللي استعملنا كيكونوا شي محمرين كي كنطحنوهم خضر، لان الشباكيه غادي تقلى ولا حمرناهم غادي يجي اللون ديالها غامق وغادي تلقوا المروره. خليهم هيداك خضر وطحنوهم وصافي. من بعد ما دخلنا الزبده مزيان والزيت في الخليط مع هذيك البيضه، كنزيدو هنايا كاس مكون ماء، نص كاس ديال الماء ونص كاس ديال المزهر يكونوا دافين، كنزيدوهم مع الخليط ونبداو نجمعو بهم الخليط. وكنضيفو المزهر به باش كنجمعو العجينه. هنا الى لاحظتوا كنحاول نجمع العجينه غير باطراف الاصابع، يعني ما نعجناش وما ندلكاش باش كتبقى هشيشه وكتجمع معنا. المهم غير بالتدريج حاولوا معاها، هي كتجمع بكل سهوله. كنضيفوا غير المزهر بشويه بشويه. وضفت كذلك ديك ربع كاس ديال الخل. المهم كيف ما كتعرفوا بلي ان كميه الماء او المزهر كتبقى مرهونه بحسب نوعيه الدقيق. كنستمر بجمع العجينه غير باطراف الاصابع. المهم كيف ما كتلاحظوا كتجمع معنا العجينه، كتكون ما ماشي قاصحه بزاف في نفس الوقت يلاه تجمعت. كنسرحوا العجينه غير بشويه ماشي بزاف فوق سطح العمل باش كنقسموها للكويرات. انا قسمت انا 6 كويرات. من بعد هنا مباشره غير قسمت العجين قبل ما نخليها ترتاح، سرحتها وعلى شكل مسمن، يعني باش كيجيني العجين مورق من داخل، كتجينا شباكيه مجعبه وشاربه العسل. هنا كيف ما كتلاحظوا ما خليتش العجينه ترتاح ولا شي حاجه، مباشره من بعد ما قسمتها كندوز نسرحها فوق سطح العمل ونعدلها على شكل مسمن او الرغايف اللي كنعملو
معروف. المهم الطريقه اللي كنورقوا بها العجينه كنطويوها على جوج ومن بعد عاوتاني على جوج، عاود كن مباشره كنعملوها في كلويوها في البلاستيك الغذائي، ومن بعد كنخليوها ترتاح باش ملي كنبغيو نخدموها ان شاء الله كتعطينا الطوع العجينه كتسرح معنا بكل سهوله. من هنا كنقول لكم بلي هذا ثاني فيديو كنزلو في القناه بعد التفعيل ديالها، وكنشكر الجميع وما تنسونيش دائما من الجيم وبارطاج ومشاركه القناه مع الاصدقاء ديالكم باش تكبر ان شاء الله القناه. وشكرا على الدعم والمسانده، بارك الله فيكم وشكرا جزيلا. هنا كيف ما كتلاحظوا من بعد ما كملت العجين كامل خليته يرتاح واحد المده، المهم كملت الاشغال ديالي تقدروا تخدموا به مباشره اولا. انا خليت واحد المده ديال جوج سوايع ولا ثلاثه سوايع على الاقل حتى ساليت الشغل ديالي كامل. هنا بالنسبه لي انا كنفضل نستعمل هذا المدلك هذا ديال الاتراك، كيجيني عملي هذا المدلك هذا احسن من نستعمل الماكينه. المهم ان الماكينه ما كيعجبنيش نستعملها، كنفضل المدلك باش كنخرج واحد الكميه بزاف، كنطلق كميه بزاف ديال العجينه في نفس الوقت وكنتحكم فيها ماشي بحال الماكينه كتبقى تدير لك شويه ديال الوقت. واخا هي كتجيب لك العجينه في سمك واحد ولكن حتى هذا المدلك هذا اللي ما عندكمش كاينه ديك العود ديال الشطابه يكون باقي جديد قسموه واستعملوه، هذا حتى هو كيجي عنده نفس المفعول. الطريقه كتبقى احسن طريقه بالمدلك ديال الخشب او لاي مدلك عندكم استعملوه. كذلك بالنسبه للسيدات اللي ما عندهمش الماكينه كيشوفوا الطريقه ديال المدلك تكون سهله عليهم. المهم هنايا سرحت العجينه بالسمك هذا اللي كتشوفوا امامكم، يعني تكون رقيقه ماشي رقيقه بزاف، المهم تكون رقيقه واحد المليمتر. كذلك هنا يمكن لكم تستعملوا اي مرشم عندكم، انا عندي هذا بحال الجراره هو مرشم ديال الشباكيه. كذلك غنوري لكم الطريقه ديال الجراره، اللي ما عندوش المرشم يقدر يستعمل الجراره عادي، المهم كتبقى نفس النتيجه. بالنسبه للصوت ديالي تعبان شويه، كنعمل مونتاج ساعه متاخره من الليل، يعني هذا الوقت باش نقدر فيه نسجل بلا اصوات ديال الاطفال. ايوا سمحوا لي وصافي. هنايا شبكت اول وحده كنطويو جوج فوق جوج، وحده الاخرانيه كنقلبوها نشبروها مع ديك الودينات ديالها ونقلبو. المهم هنايا ها هي اول وحده، زيد معكم وحده ثانيه من بعد عاد نوري لكم طريقه وحده اخرى هاد ديال اللي كنشبروا واحد واحد ونخليه واحد في الاخر كنشبروها من الودينات الاخرانيين وكنقلبوها على هاد الشكل هذا. هنا غادي نمر الطريقه ديال تحضير شباكيه بجراره، حتى هذيك الاولانيه كنت عملتها بالمرشم وكانوا فيه غير اربعه ديال الشريطات من داخل. هاد الجراره اللي عاديه اللي الطريقه اللي معروفه كنستعملوا خمسه الشراطي من داخل والسادسه كنقطعوها. هنا كنستعملوا نفس الطريقه اللي طوينا بها العجينه في المره الاولى، كنطويو جوج على جوج وهذيك الجوج الاخرى كنشبروهم من القنت كنتكيو عليهم ونقلبوها. هذه كتجينا سهله وغادي نستمروا مع العجينه كامله تنشكلوها كامله.
الاخوات اللي ما كيعرفوش يشبكوا شباكيه، كيعملوا 5 شريطات كيضغطوا على القنت وشويه من الوسط وكيخليوها على هذا الشكل. هذا هنا من بعد ما كملت شباكيه كامله، انا بالنسبه لي خليتها تبات، ما كانش عندي كيفاش نعمل طيبه. والمهم هي ما عملتش فيها الخميره بزاف، يعني معلقه صغيره ديال الخميره، واخا تبقى شحال ما خليتوها 6 سوايع ولا تبات ليله كامله، غير تغطيوها باش ما تنشف لكم شي بالهواء. ولا غدا ان شاء الله كيف ما نوض في الصباح قليتها. هنا كيف ما كتشوفوا ما تبدلاش اللون ديالها، بقات كيف ما خليتها. وبالنسبه للعسل انا استعملت 2 كيلو ديال العسل، يعني كنت شريتها ما حضرتهاش في البيت، وهذاك اللي وريت لكم كانت العسل حره، يعني قلت الا ما قدتنيش العسل هذيك ديال المشريه نزيد عليها شويه ديال العسل الحره ولا نخلطها معها. هذاك الشيء اللي عملت، استعملت 2 كيلو ديال العسل وزيت لها 1/2 كيلو ديال العسل الحره. هنا غادي ندوزو نقليو الشباكيه ديالنا. استعملت هاد المقلاه هادي غارقه، وفي نفس الوقت باش تعاوني على التصوير تبان لكم الدرجه ديال اللي خصها تكون عليها الشباكيه، يعني ما خصهاش يتحمر بزاف، وكذلك الزيت ما خصهاش تكون سخونه، يعني على نار متوسطه. انا عندي هذه بوطه الكتريك يعني ديال الضوء، كانت عندي على درجه 6 بالنسبه باش تقلبوا الشباكيه ولا تحركوها. نستعمل تقطيب ديال الشوا، هذاك كيبقى عملي في نفس الوقت ما كتهرسش شباكيه. نبقاو نقلبوها، هي في الاول غير كنزلوها كتكون لتحت، غير كتطلع كتبدا تطيب كتطلع الفوق، كيسهل علينا نحركوها. المهم العافيه تكون ناقصه عليها باش كتحمر وطيب بشويه عليها ودخل الطياب حتى من الداخل. المهم كانوا هادو 2 ديال الشباكيات الاولانيه اللي حيدتهم من المقلات. بالنسبه للون الغامق اللي كتعجبو الشباكيه تجي محمره بزاف كتخليها تقلى، ولكن ردوا معاها البال، العافيه دائما تكون العافيه متوسطه نار متوسطه، ويلا تاخذ ديك اللون الذهبي ايدك، ومع ملي كتنزلوها في العسل كتزيد يغمق اللون ديالها، يعني تجنبوا تحمروها بزاف ولا تقليوها بزاف، غادي تجي لكم يابسه وفي نفس الوقت غتبقى تكسر معاكم. انا الحمد لله جاتني مزيانه، يعني ما تهرست لي حتى شي وحده، كلشي بقات لي مزيانه، ومي عملتها في العسل ولا هذيك ما تهرست ليش. ها انتم غادي تشوفوا في الاخر العسل بقات لي مزيانه. يعني معلومة أخرى، العسل دائما استعملوها تكون العسل باردة، يعني ماشي تسخنوا العسل والشباكية تكون سخونة تعملوها مباشرة على العسل سخونة، لا دائما خاصة تكون العسل ثقيلة وتكون باردة. الشباكية مي كتستقطروها من الزيت كتوضعوها مباشرة كتكون باقا سخونة، هي اللي باش كتمتص ديك العسل كتشرب العسل مزيان، وديك الساعه زوقوها باش ما بغيتو، ولا من بعد عاد تزوقوها. انا زوقتها بشويه، زوقته بالزنجلان وشويه زوقته باللوز الايفيلي. كما كتشوفوا كنحصلوا على اللون الذهبي للشباكيه، خص الزيت تكون ناقصه الحراره، يعني ماشي سخونه بزاف باش الشباكيه ما كتخطفش معكم وتطيب من برا تحمر لكم دغيا وتبقى خضره من الداخل، خصها تاخذ الوقت ديالها في الطياب. هنا كيف ما كتشوفوا تفتح نجرب معكم وحده، تبارك الله كتجي طايبه من الداخل وشربه العسل مجعبه كيف ما كتشوفوا، رطبه والمذاق ديالها ان شاء الله الا جربتوها المذاق جا هائل والله، ماشي زعما ديالي كنشكر راسي والله، تجربوها نفس المقادير غادي تجيكم واحد المذاق معتبر وكتحسوا بالطعم
ديال القوام اللي استعملنا فيها جات من السماء مزيان وشرب العسل. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكية. تبارك الله، من كيلو ديال الدقيق والمقادير اللي استعملنا خرجت لي 2 كيلو ديال الشباكية. وبالنسبة لطريقة الاحتفاظ ديالها، كنعملو في واحد بواطة تكون بلاستيكية او زجاج، كنفرشو على الالومنيوم باش كتبقى مقرمشة وكتبقى فيها العسل ديالها ما كتنشفش معاكم، كتبقى فيها العسل. طريقة الاحتفاظ ديالها يمكن لكم تخليوها في بلاكار ولا في اي بلاصة يعني عندكم، ماشي مشكل، غير ما تخليوها شي في شي جهة فيها الهواء باش ما تنشف لكم شي وصافي. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا على حسن المتابعة، والى اللقاء، وعواشركم مبروكة ورمضان كريم.